اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم مع سعادة السيد زبير دادا وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية نيجيريا الاتحادية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات الحيوية، لما من شأنه خدمة المصالح المتبادلة بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.